السلام عليكم ورحمة الله، معاكم أسامة من قناتكم جاسمين زون. أولا شكرا جدا من القلب لكل من ساهم في إن احنا نوصل 10,000 مشترك. أنا عارف إن ده رقم قليل بالنسبة لعدد المشتركين في المجال اليوتيوب عموما، بس أنا مبسوط جدا إن في جزء ولو حتى بسيط من اللي موجودين على اليوتيوب دعم القناة عندنا حتى لو بجزء بسيط، وأتمنى إن الدعم ده يكبر يبقى أكبر من كده إن شاء الله. النهارده ميعادنا مع تطبيق كانت ناس طلبت مني ان انا اشرحه، النهارده هنشرحه بالتفصيل الممل عشان نشرح كل حاجه فيه. مبدئيا الناس كتير سالتني على موضوع جاست بلاي اللي احنا شرحنا عليه اخر مره. احنا قلنا كل ما الليفل بتاعك هيعلى هتجمع اكتر. وليد بعد ما سحبنا 12 وربع في 2 ونص سحب 2 دولار تاني في دولار ونص تاني في 2 دولار، يعني فاهم، يعني كل يوم تقريبا دولار ونص 2 دولار من نفس الطريقه اللي انا شرحتها لك، عشان في ناس كذبت الموضوع دوت وقعد يقول لك ما تعتمدش على وعلى وعلى وعلى. انا بقول لك الطريقه اللي الراجل بيتبعها بنفسه، يعني هو نفسه بيتبع الطريقه ديت وبيجي له النقط بالمنظر ده، عشان ما نقعدش. ناس كتير جدا 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 بيجي لي اسئله في الموضوع ده، فعشان ايه نقطع الكلام فيه ويبقى قلنا كل اللي فيه. يعني النهارده التطبيق اللي انا هشرحه لك النهارده لو انت لسه جديد معايا اول مره، ده تطبيق كنا عملنا عليه اثبات شحن قبل كده سحبنا منه 17 دولار ونص. هتلاقي عندك اللينك بتاعه في الوصف تحت، هسيبه لك موجود عشان تطلع عليه وتتاكد ان التطبيق صادق ان شاء الله. اما بالنسبه لو انت قديم معايا، فانا النهارده بناء على طلبات ناس كتير جدا هنتكلم في حته الشرح التفصيلي شويه، ان انا ازاي فعلا اجمع نقط بدون مجهود وبدون تنفيذ اي عروض. طيب النهارده زي ما قلنا تطبيق النهارده ميعادنا معاه اللي هو اللي ميعادنا معاه اللي هو الجيمي. ما ننساش هاشتاج انا كملت معاك يا اس، عشان نفضل نقدم كل ما هو جديد في قناتنا جاسمي زون اللي هي فوق دي جاسمي زون. تمام، احنا اسره كبيره ان شاء الله باذن الله، وهنكبر بيكم باذن الله بفضل من الله سبحانه وتعالى في الاول والاخر ثم دعمكم. التطبيق يا سيدي واجهته بسيطة جدا. طبعا انا عارف ان في ناس هتسأل انت لحقت جمعت المبالغ دي امتى؟ في جزء كبير من المبالغ اللي اتجمعت ديت بناء على الريفرال كود اللي دخل من سيادتكم. طيب بالنسبة لك هتقعد تقول لي اه يا عم ما انت بتشحن من ورانا، اتأكد الاول من الفيديو الاولاني لو انت لسه جديد، ولو انت قديم برضو ارجع بذاكرتك كده للفيديو القديم. محدش كان تقريبا اشتغل على التطبيق بعد ما شرحته اول مرة وذكرت ان انا خدت العشرة دولار وجبت سكرين شوت للعشرة دولار اللي انا كسبتها في السحب اللي اتعمل، والسبنات اللي انا عملتها وكسبت منها الدولارز اللي هم كانوا 6 دولار و80 سنت حاجه زي كده، يعني 6 دولار و80 سنت مع 10 دولار وبتاع. المهم ان انا جمعت 17 بدون اي ريفلر كود، يعني تقريبا كان الريفلر ساعتها ما يتعداش الدولار ونص تقريبا يعني. فانتوا ساعدتوا، ده خير منكم. وتقريبا هنا مش تقريبا، هو التطبيق ده عامل زي موني تري، دي اسره مع بعض كده تيم، وانا زي ما انا بكسب انت بتكسب، فما تفتكرش ان انت بتكسبني انا بس، لا انت كمان بتكسب معايا. طيب عشان ما نطولش كتير ونقدر نشرح الموضوع بالتفصيل، بص يا سيدي، اولا للناس اللي لسه جديده والناس القديمه برضو اللي عايزه تعرف، انا عندي هنا الكروت اللي الناس قاعده تقول لك طب انا هستفاد ايه من الكروت. الكروت دي يا سيدي انت مفروض كل 10,000، ركز معايا، كل 10,000 كارت هتخش بيهم سحب اسبوعي. هتبص هنا في الخانه اللي تحت ديت، الاول واحده اللي هي عليها 1887 و112 مور تيكت مور تشانس. هتخش، سوري هي كانت مكتوبه فين، سوري بلاي، سوري هي المفروض تبقى مكتوبه هنا، يعني هتلاقيها هي مكتوبه عند ناس بس هو هنا عشان ايه انا عديت ال 10,000 فتقريبا اختفى من عندي. هو هنا المفروض هيقول لك ان انت تجمع 10,000 نقطه علشان تخش السحب الاسبوعي. طب نفترض ان انا جمعت 8,000 نقطه، هتلاقيه مكتوب لك تحت فاضل لك 2000 نقطه عشان تخش السحب الاسبوعي. طيب انا اخش الاسبوع السحب الاسبوعي بال 10,000؟ اه هتخش بال 10,000 بس ليك فرصه واحده، هتخش بال 20 ليك فرصتين، هتخش بال 30 ليك 3 فرص وكذلك. طيب اخش السحب ازاي؟ انت كل ما عليك انك تجمع التيكت دوت. طب التيكت ده انا هجيبه منين؟ انت عندك اليور تيم، الفريق بتاعك اللي انت موجود معايا فيه واللي انا هتلاقيني موجود معاك فيه، انت بتاخد هنا منه تيكت يومي. الدبل ات يعني معناها ان انا هدبلر المبلغ دوت لو اتفرجت على فيديو، او ان انا اخده هو بس. تمام، الفري سبين دي حاجتين، سلاح ذو حدين، اقدر اخد منها تيكت واقدر اخد منها دولارز. هتيجي تبص هنا، انا حاليا في اليوم الخامس زي ما شرحنا اول مره وهنرجع نشرح تاني. انا عندي هنا في العجله الدوره ديت العلامه اللي هي بتاعه الباور ديت اللي هي الكتريك الزرقاء، وعلامه الدولار وعلامه التيكت.
طيب قبل ما نخش في الموضوع ده، لو انا جبت العلامة الزرقاء دي اللي هي 10 منت، هيظهر لك صورة زي ديت زي ما انت شايف جنب العلامة، هي 9 دقايق 46 ثانية، يعني معناها ان هو بيديك 10 دقايق وبيبدأ يعد الكاونت للأقل. طيب الكاونت ده انا هستفاد منه في ايه؟ عشان اللي هيطلع له ما هوش عارف يستفاد منه في ايه. ده هنا بيديك دبل او ثري دبل تريبل، دبل او تريبل للنقط اللي انت هتاخدها في الالعاب اللي تحت دي، فينيش اول ميشن. طيب الفينيش اول ميشن ديت بتتقسم لايه؟ بتتقسم لكذا حاجه. بس نرجع تاني لموضوعنا، انا هنا بعمل سبين، طلع تيكت، طلع دولار، بص جنبها 1 دولار. دي حاجات انا كسبتها قبل كده في اول مره، يعني جالي مره دولار، جالي مره 10 سنت، جالي مره 50 سنت. بالطريقه دي هتكسب التيكت او هتكسب العملات. طيب دول كده الخانه اللي فوق ديت، احنا كده ايه اتكلمنا مطلوب ايه. طيب النسبه ل 1887 و112 دي متغيره، ده سحب يومي وده سحب اسبوعي. هدوس عليه هنا زي ما شرحنا اول مره، عندي هنا كذا سحب. اول واحد هنا اللي هو على 1100، ده ال 1100 ده الحد الاقصى، انت بتاخد نسب، يعني كله الاول بياخد كذا، التاني بياخد كذا، التالت، الرابع، الخامس، العاشر، الخمسين كده، يعني بتبدا من اول 1100 لحد 1 دولار او لغايه 50 سنت كمان. يور تيكينج بارت ان از ترو، يعني معناها ان التيك بتاعك فعلا داخل السحب، لان انا تعديت ال 10000، انا حاليا معايا 16 ونص. فاضل على ميعاد السحب 4 ايام و23 ساعه و30 دقيقه. طيب الجاك بوت هنا، انت كل ما عليك زي ما احنا شرحنا اول مره، انا كل اللي انا هعمله هتفرج على اعلان، هوطي بس الصوت الاول. في ايه يا ولا؟ يا ولا؟ انا بتعلق شويه، معلش هفصل وارجع لك تاني. طيب كده الاعلان قرب يخلص، خلاص خلص، هقفل. دخلني سحب زي ما انت شايف، الجاك بوت بدأ او نهايته او الحد الاقصى فيه 10000 دولار لحد ادنى مبلغ. طب انا بعمل ايه؟ انا بختار هنا، اختار 6 ارقام، وبعد كده ادوس كونفيرم، وبعد كده ادوس كونفيرم. خلاص انا كده دخلت السحب بتاع الجاك بوت. بعد 8 ساعات و29 دقيقة هيقول لي اذا كنت كسبت ولا لا. كسبت طبعا على حسب المبلغ اللي انا هجمعه. طيب الخانة اللي تحت ديت تخش سحب على 5 دولار وعلى 1000 دولار. انا يوم ما كسبت، ارجع للفيديو بتاع اثبات الشحن، انا طلعت هنا كان في ساعتها كاش على 10 دولار. انت كل اللي بتعمله بتدوس على الزرار دوت، بتتفرج على اعلان، ده اعلان قصير مش لازم نعمل كات. الفيلم ده حلو جدا على فكرة، الفيلم ده بحبه جدا جدا. ما علينا، خلاص هقفل كده، انا كده خدت رقم. طيب الرقم ده بستفاد منه ايه؟ كل رقم بفرصة. هنا السحب هيبدأ كمان ساعة 28 دقيقة، بملى ال5 ارقام او ال4 ارقام دول وانزل على الكاش بتاع الالف، املى الارقام ديت واستنى. بعد ساعة هيجي لي في الخانة اللي تحت اللي هي مكتوب عليها برايس، اللي مجموع، ايوه هي اللي انا بدوس عليها بالاسود ديت. بعد الساعة و28 دقيقة او ال3 ساعات و28 دقيقة هيديني علامة نوتيفيكيشن هنا ان انا اخش واشوف السحب انا كسبت ايه. دي الناس اللي كسبت في السحب بتاع النهارده، السحب بتاعت النهارده. انا طبعا كان في يوم انا كنت كسبان فيه ال10 دولار. طيب نرجع تاني للخانه الاولانيه، زي ما قلنا الخانه الزرقاء اللي كانت ظهرت لي هنا، هلعب الميشن دي. طب الميشن دي متقسمه لايه؟ انا اسف اذا كان الفيديو هيبقى طويل النهارده، بس عشان الناس طلبت ان مش فاهمين حاجات كتير فعايزين يعرفوا بالتفصيل. طيب هنا فيش فينيش اول ميشن، هتاخد ال 190 بونص اكسترا، يعني هتاخدهم دول فوق النقط اللي انت هتجمعها. بعد ما تجمعهم هتبدا تاخد البونص بتاعك، تمام. سبيشال اوفر افيلابل ديت، لو انت حضرتك بتيجي جيت اب، بص كاتب لك جيت اب تو مليون، يعني معناها انت ممكن تجمع لغايه مليون تيكت. دي للناس اللي مش عايزه تعتمد على الالعاب الصغيره وعلى السبين. هنا انت بتعمل تشيك اوفر وبتخش تعمل عروض زي التطبيقات التانية. انا عن نفسي كاسامه ما عملتش ولا عرض هنا. وبالنسبه للعروض اللي زي ديت للناس اللي كانت سالت برضو، انا اعمل العرض كذا مره. هنا ادي عرض زي دوت كده، الفارم هوريس هيروس، فافارم هيروس، فارم هيروس سيجا دي مطلوب ليفل 15 وليفل 37 وليفل 25 وليفل 70، هتعمل على المحاكي او على الفاموس وبعد كده تقفل وتعمل واحد جديد وتنفذ المهمه الجديده وتقفل وتعمل واحد جديد. هتعرف دوت في الفيديو برضو اللي موجود عندك في الديسكريبشن تحت. بليونير كازينو 43000 تيكت و و و الى غيره، يعني عشان بس ما نطولش في الفيديو. يبقى انا عندي الخانه دي بتاعت التشيك اوفر. الخانه بتاعت التورمنت هنا
ديت دورة كده لازم انت تعملها علشان تحقق تارجت موجود اهوت. شايف انت الناشئين اللي موجودة ديت، في منهم واحد عشان برضو الناس اللي بتقولي انت بتجمع نقط بسرعة ازاي، في منهم واحد مثلا عشان انا بعمل السبين بصورة يومية ديلي لوجن ويل سبين، وصلت لغاية مستوى في اي، عملت 250 لفة فانا خدت 5000 نقطة. كان ممكن اعمل دبليكيت، بتعمل دبليكيت تروح واخدهم كام؟ 10000 نقطة، وهم دول النقط اللي معايا حاليا اللي هم كان 11400 يعني. فجمعتهم بالطريقة دي، بجمعهم كده، انا ما بعملش اي عروض خالص يعني. لازم تحقق الحاجات ديت علشان الليفل بتاعك يعلى، اللي هو زي ما انت شايف هنا انا ليفل 1.9 اكس. الليفل 9 اللي جاي، انا ليفل 8، الليفل 9 اللي جاي مطلوب احقق 1900 نقطة خبرة علشان الليفل بتاعي يعلى. كل ما الليفل بتاعك يعلى انت بتاخد بوينت اكتر، تمام؟ بعد كده عندك خانة الالعاب اللي تحت ديت، فانت طبعا خانة التورمنت ديت في واحدة منهم، سوري هنرجع حلقة تاني. هاي التورمنت جوينت، انت عملت، انا اشتركت في 18 تورمنت، هما من 50، انا اشتركت في 18، بتاخد ديت بتعلي لك الليفل. كل ما ليفلك يعلى الكاش بتاعك يعلى، زي جاست بلاي برضو للناس اللي سألت، انا بكسب 1 سنت في الاول. طول ما انت معتمد على انك تعمل 1500 وتقعد تستنى كده، انت عامل بالظبط زي اللي عمل قناة يوتيوب ونزل فيديو قاعد جنبه مستني ان هو يجيب منه ال1000 ساعة، ال1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة. عمرك ما هتجيبهم، لازم تشتغل عشان تجيب، تمام؟ بعد كده عندك الالعاب الصغيره دي، انا بسيب الموبايل في ايد ساندي وجودي بالليل، هم بيمسكوا الالعاب دي بيشقلطوها بيجيبوا له نقط كتير جدا، سواء اذا كان هنا او في جاست بلاي، تمام؟ بعد كده خلصنا الخانه الاولانيه ديت، والخانه التانيه تقريبا تعتبر خلصت، مع اعتقد ان كده مفيش اي شرح تاني فيها، والتوب اوفر خلاص خلصت. متهيألي كده شرحنا كل حاجه. طيب نرجع بقى للايه، الوينر اهوت يا جماعه. بصوا هتلاقي في ناس، انا كنت شايف النهارده ناس عرب. بسم الله، لاست وين، اخر ناس كده. بص اكيرا ده واحد عربي اهوت برضه واخد 2 دولار، وخالد واخد 4 دولار، وادهم واخد 2 دولار. يعني بص في ناس عرب، محمد اهوت واخد 4 دولار، باسم كاتب اسمه العربي، وزيدان واخد 2 دولار. يعني في ناس بتكسب، زي ما انا كسبت ال10 دولار، يعني مش بعيده. يعني انا بقول لكم مثال حي، انا كسبت 10 دولار من السحب، مش حاجه يعني. طيب سوري، اخش السحب ازاي؟ اسمه ده، اسف، بعد ما جمعت اجمع اسحب ازاي؟ انت كل المطلوب منك انك تجمع ال10 دولار كحد ادنى، وبعد كده بعمل هنا الويسترو، واكتب الايميل بتاعي بتاع البي بال. اول ما ادوس على الريتش دي، ريتش 10 دولار، اول ما ادوس، اول ما اكمل ال10 هيظهر لي هنا الزرار ان انا اعمل ويسترو، هيطلع لي هنا الايميل بتاعي للناس الجديده اللي بتقول لي ده في طلب اتكنسل. هو نفس الطلب في نفس اليوم، بس عشان كان في مشكله في النتورك فعشان كده ما الطلب الاولاني اتلغى، وعملته تاني وكسبته اللي هو المفروض عملنا بيه اثبات الشحن. نيجي هنا بقى، هو بيقول لك اكسب ازاي. دي هتتفتح لك لو انت دوست، مثلا في ناس هتيجي تدوس هنا على علامه الدولار عشان تعرف تكسب ازاي. هو هنا هيقول لك نفس الكلام اللي انا قلته لك، هو بيقول لك هنا خش السحب بتاع الجاك بوت الويكلي درو اللي هو الاسبوعي، و تو انتر ايفر اوتوماتيكلي، هتخش سحب اوتوماتيكلي كل ما هتجمع نقط اكتر اللي هو التيكت اكتر هاير. تاني حاجه، اتنافس كل يوم على التيكت بتاع الليد بورد اند وين كاش دايركتلي. للناس اللي بتقول لي انت ازاي بتكذب على الناس وبتقول لهم ان الكروت هتتحول لكاش اوتوماتيك، هي دي يا حبيبي اللي انا بعملها. في بعض الكروت وبعض المحاولات في الحاجات ديت بتديها لي مثلا ب 10 سنت ب 50 سنت. جيت يو نمبر لاكي اللي احنا شرحناه اللي هو الكاش بتاع الخمسه والالف. الريفير فريند طبعا عشان خاطر ايه، وينزي، بص انا هاخد منك تيكت لما انت توصل ليفل 5 برضو. ده للناس اللي قالت لي ان انا خدت منك اهو، انت هتاخد دايركت كاش، هاخد منك كاش اند ا لوت اوف تيكت وين زي ريتش ليفل 5. لما انت توصل ليفل 5 انا هبدا اخد من وراك. سبين، اعمل سبين لمده 7 ايام، وفي اليوم السابع هتاخد كاش اللي احنا شرحناها بره. ادي في اخر يوم هنا اليوم السابع ده، كل اللي موجودين دول بيبقوا كاش بس، ما فيهمش بقى عملات ولا فيهم العلامه الزرقاء دي، بيبقى كاش فقط. فده اللي انا جمعت منه اول مره، واللي انا بدات اجمع فيه تاني مره، وان شاء الله نسحب تاني مره. اتمنى ان الفيديو ما يكونش طولت عليكم، عشان الناس اللي طلبت الفيديو بالتفصيل انا شرحت لك كل حاجه في البرنامج. انا ما عملتش اوفر نهائي ولا هعمل اوفر. البرنامج ده انا كسبت منه من عجلات السحب فقط والالعاب الصغيره دي. يعني انا بقولها لك زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، وهقولها لك تاني وتالت ورابع، انا بحاول على قد ما اقدر اكسب من اسهل طرق،
وزي ما انا بكسب وزي ما انا بعمل هو بالظبط اللي انا بشرحه لك، ما بعملش حاجه لنفسي وبشرح لك حاجه تانية. اشتغلوا يا جماعه، وهنتظر ان شاء الله ان الناس تقول انها سحبت. وبالنسبه لجاست بلاي، راجع الكومنت بتاع الفيديو اللي فات على طول بتاع جاست بلاي، هتلاقي ان في ناس عماله تقول لي لا انا كسبت 1 سنت، انت بتكذب عليا. هتلاقي برضو في ناس تانية معاك بيقول لك انا سحبت 2 دولار و3 دولار ودولار ونص. انا مش كذاب. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.